بسم الله الرحمن الرحيم. سوق القيصرية هو سوق تاريخي يقع بحي الرفعة في الأحساء شرق السعودية، وهو من الأسواق الشعبية التاريخية. بني عام 1822 ميلاديا 1238 من الهجرة، ويحتوي السوق على نحو 422 محلا، تملك البلدية منها 177 محلا يتم تأجيرها، كما يمتلك الأهالي 251 محلا، وهو عبارة عن صفوف من المحلات تقع في ممرات مغلقة ومسقوفة، ويشبه بناء السوق الطراز العثماني. اندلع حريق في السوق عام 2001 ميلاديا، مجهول سببه، ولكن يقال بسبب التماس كهربائي، وتسببت الحرائق في الكثير من الأضرار المادية. وفي أواخر عام 2013 ميلاديا تم افتتاح سوق القيصرية بشكل كامل بعد 12 عاما من اندلاع الحريق الذي تسبب إغلاقه، ويعتبر سوق القيصرية من أحد المعالم السياحية بمدينة الهفوف، حيث يهب إليه الزوار من شتى الدول العربية والأجنبية ودول الخليج العربي، منها قطر والكويت والبحرين وغيرها. ويشتهر السوق ببيع وخياطة البشوت الملكية. هذا البروج وهذا المكسر وهذا الهيلة وهذا الترشيب وهذا المكسر وهذا القطان، وتالي عقب خلص البشت تالي تلميع يلمعون البشت، عرفت الحين. وهذا أول شيء يسوونه هذا يوم واحد كامل، وتالي الترشيب والترشيب التحتي يوم واحد، والهيلة تقريبا يومين زخرفة هذه، والمكسر يوم واحد، والتلميع يبي له ساعتين يخلص، وعقب يخلص التلميع يلمعون البشت، عرفت الحين. تالي بس ويلمعونه ثانية ردونة ثانية، عرفت، ويخلص، وتالي البشت يصير ذهب، ذهب حق المعرس. الله يجزاك خير. وخلات الملابس والأحذية المصنوعة يدويا، وكذلك محلات العطار والأعشاب وبعض المنتجات الشعبية والتراثية القديمة. والتجول في السوق بحد ذاته متعة تشعرك بالحنين الماضي والعبق التاريخي لهذا المكان. وقد قامت أمانة الأحساء بإعادة السوق على نفس طرازه القديم بعد الحريق المؤلم، وقد رصدت ميزانية تفوق 15 مليون ريال لإعادة بناء السوق.